يتلقى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي نصائح من مقربين إليه بعدم فتح الباب أمام توسعة الحكومة إلى 30 وزيراً، لا إلا يصل به المطاف إلى محاولات فرض أسماء نافرة من الصقور المحسوبين على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وذلك لتحصين واقعه السياسي بعد إخفاقه في الوصول إلى سدة الرئاسة خلفاً للرئيس ميشيل عون. هذا إضافة إلى أن الوقت غير كاف للاتفاق على تركيبة حكومية جديدة وصياغة بيانها الوزاري فنيلها ثقة مجلس النواب. وتستبعد مصادر مطلعة على المشاورات الوصول إلى اتفاق حكومي في ظل الاشتباك السياسي المفتوح بين باسيل ومكتب الرئيس ميقاتي، وما سبقه أيضا من استهداف سياسي للرئيس المكلف من قبل وزير المهجرين عصام شرف الدين. فهذا الوقت الواقع السياسي المأزوم وفق مصادر مطلعة يصعب الاتفاق على إعادة تعويم الحكومة الحالية، فكيف بالحري الاتفاق على حكومة من 30 وزيرا؟ الرئيس ميقاتي وفق مصادره يفضل الإبقاء على الحكومة الحالية مع إدخال تعديلين على اسمي وزيري المهجرين والاقتصاد، إلا أنه منفتح على البحث في اقتراح عون توسعة الحكومة إلى 30 شرط ألا تؤدي التركيبة المطروحة إلى التعطيل، أو يكون هدفها إعادة توزير باسيل أو انتزاع كتلة وزارية يستطيع باسيل من خلالها إدارة الفراغ والتحكم بمفاصل القرار. ووفق معلومات الجديد، فإن الرئيس ميقاتي سيزور قصر بعبدة في الساعات القليلة المقبلة للاطلاع على تصور الرئيس عون الثلاثيني وأسمائه المقترحة ليبني على هذا الطرح مقتضاه. أما طرح ميقاتي ب24 وزيراً، فتمسك عون بتسمية الوزيرين الدرزي والسني بدلاً من الوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام، غير أن ميقاتي رفض تسمية عون للبديلين عنهما، وأصر على تسمية سني بديل من عكار وآخر درزي يمثل اللقاء الديمقراطي بعد خروج النائب طلال أرسلان من الانتخابات خاسراً. مصادر اللقاء الديمقراطي تؤكد للجديد أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليس في وارد تسمية أحد للوزارة، ولن يتدخل في أي تسمية في آخر حكومة للعهد، وترك هذه المهمة للرئيس المكلف. هذا إذا استطاع ميقاتي تدوير زوايا باسيل والاتفاق على حكومة. روان بودرغم، قناة الجديد.